برعاية وحضور القائد العام للقوات المسلحة، الكلية العسكرية تحتفل بتخرج دورة النصر والبناء. وزير الدفاع يترأس جلسة مجلس الدفاع الخاصة بترقية الضباط لجدول تموز، والأمين العام لوزارة الدفاع يستقبل قائد القوات البرية. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من إعلام وزارة الدفاع، فأهلا بكم. برعاية وحضور السيد القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد الشيع السوداني، وحضور السيد وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وعددا من القادة والآمرين، احتفلت الكلية العسكرية بتخرج الدورة 112 دورة النصر والبناء، حيث جرت مراسيم التخرج وإلقاء كلمة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء متمنيا لهم الموفقية والنجاح خدمة للمؤسسة العسكرية. ترأس وزير الدفاع السيد ثابت محمد العباسي في مقر الوزارة جلسة مجلس الدفاع بحضور السيد رئيس أركان الجيش والسيد الأمين العام لوزارة الدفاع والسيد أمين السر العام ومعاوني رئيس أركان الجيش وعددا من القادة والضباط في الوزارة. وجرى خلال الجلسة مناقشة الجدول الخاص بترقية الضباط من مستحقي الترقية لجدول تموز 2024. استقبل الأمين العام لوزارة الدفاع السيد جبار ثجيل الحيدري في مكتبه في مقر الوزارة قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمدي لمناقشة عدد من القضايا المهمة التي تصب في تعزيز وتطوير القدرات ورفع مستويات العمل في جميع مفاصل الوزارة. وعلى صعيد متصل تطرق اللقاء إلى دراسة القضايا التي تخدم المؤسسة العسكرية، لا سيما دور الموظفين المدنيين في دوائر ومديريات وزارة الدفاع ومدى أهمية الاستفادة من خبراتهم العملية في تأدية مهامهم على أتم وجه. بإشراف ومتابعة مستمرة من قبل المفتش العسكري العام الفريق الركن جاسم محمد علوان ورئيس مجموعة التفتيش، أجرت المفتشية العسكرية العامة تفتيش الاستعداد القتالي لفرقة المشاة السادسة. وتأتي عملية التفتيش حسب توجيه السيد رئيس أركان الجيش للوقوف على الاستعداد القتالي لوحدات الجيش العراقي من الناحية الفنية والاختصاصية، بما يؤمن تنفيذ الواجبات التي تكلف بها. اختتمت مديرية التدريب البدني وألعاب الجيش بطولة الجيش للقوة البدنية الاستثنائية التي أقيمت في قاعة القوة البدنية في قيادة القوات البرية، والتي شاركت فيها فرق قيادات الأسلحة وفرق ووحدات المقر العام. وأحرزت هذه البطولة نتائج متقدمة، إذ حصل فريق الفرقة المشاة الآلية الثامنة على المركز الأول عن فئة قيادة الأسلحة والفرق، فيما جاء فريق قيادة القوة الجوية في المركز الثاني وفريق قيادة طيران الجيش في المركز الثالث. أما عن فئة وحدات المقر العام فقد حصل فريق الأكاديمية العسكرية على المركز الأول، جاء بعده فريق مديرية الاستخبارات العسكرية في المركز الثاني وفريق مديرية المشاة في المركز الثالث. حسب توجيهات السيد رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يرل ومتابعة قائد القوات البرية، أجرت قيادة القوات البرية الاختبارات العلمية للضباط القادة والأعوان بإشراف اللجنة المشكلة برئاسة نائب قائد القوات البرية، وقد اشترك في الاختبار كافة الضباط المشمولين ضمن هيئات وأقسام مقر القيادة والوحدات المرتبطة بها من أجل رفع مستوى الكفاءة العلمية للضباط وإعادة المعلومات على مختلف الأصعدة، بما يمكنهم من أداء واجباتهم بكفاءة. بتوجيه وإشراف وزير الدفاع السيد ثابت محمد العباسي، ضمن سلسلة العمليات النوعية التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع لملاحقة العناصر المطلوبة للقضاء وبجهد استخباري وكمين محكم، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات والأمن بغداد التابعة إلى المديرية ذاتها من الإطاحة بأحد العناصر الإرهابية شمال العاصمة، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وقد اتخذت الإجراءات القانونية بحقه وسلم إلى جهة الطلب أصولي.
مرة أخرى يوجه صقور الجو جم غضبهم على الإرهاب ويسلطون نيران أسلحتهم على أحد الأهداف المهمة ويحولونه إلى رماد. وتأتي هذه الضربة بواسطة طائرات F-16 وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، إذ تم استهداف الوكر المهم للعناصر الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، مما أدى إلى تدميره بالكامل وقتل العناصر الإرهابية التي بداخله. وسوف يتم إعلامكم بالنتائج التفصيلية لاحقا. استقبل السيد مدير الإعلام والتوجيه المعنوي اللواء قوة خاصة يحيى رسول في مقر مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي عددا من المواطنين والمقاتلين الأبطال للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ورفعها إلى الدوائر المعنية في الوزارة للتخفيف عن معاناتهم وحل مشكلاتهم وتلبية متطلباتهم قدر تعلق الأمر بدوائر وزارة الدفاع. انتهى حصادنا لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم مجدداً. إلى ذلك الحين دمتم بخير وإلى اللقاء.